بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ فبأي آلاء ربكما تكذبان
الذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس
وانشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا فبأي آلاء ربكما
كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء تكذبان لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة.
اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وفي القيامة شافعا، وعلى الصراط نورا، ومن النار سترا وحجابا، ومن النار سترا وحجابا، ومن النار سترا وحجابا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر موت جميع المسلمين، اللهم اغفر موت جميع المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقيهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم توفنا مسلمين، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين، غير خزايا ولا مفتونين ولا نادمين. اللهم اغفر جميع أمة محمد، اللهم اغفر موت جميع أمة محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج علينا